كشكول 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 كشكول. نحن فرسان الكشكول، نحن أبطال الكشكول، عمر عبادة بتول نشدو أحلى رياضية شائعة لدينا وبعضها ما نراه على التلفاز. اليوم سنتحدث عن الرياضة أكثر لأنها تقوي الجسم والعقل وتهذب الأخلاق، وللرياضة فوائد لا تحصى، فهي تنشط الدورة الدموية وتقوي عضلات القلب، كما أنها تساعد على تقوية العضلات وتعطيها شكلا جميلا متناسقا. والشحوم المترسبة في جسم الإنسان التي تشكل خطراً على صحة الإنسان. نتابع؟ هيا. الرياضة تعلمنا الصبر من خلال ممارسة بعض الألعاب الشاقة التي تحتاج إلى بعض الصبر لكي نحرز فيها نتائجاً. Thank you.
هناك بعض الألعاب التي تعلمنا التعاون، كالألعاب التي تحتاج إلى تعاون فريق كامل لتحقيق الفوز. لكن يا بتول، يجب أن ترتدي ملابس رياضية تساعدك على الحركة. لا، لا أريد، أريد أن ألعب بملابسي. ولكن يا بتول، هذه الملابس تضغط على الرئتين وتمنعها من التمدد، مما يؤدي إلى عدم التنفس بطريقة صحيحة. لا دخل لك. لا تضيع وقتك معها يا عم. هيا لنذهب لنبدل ملابسنا، لقد تأخرنا عن المباراة. سأذهب معكم. تأتين معنا؟ وماذا ستفعلين؟ ألعب معكم. إنها مباراة كرة قدم للأولاد فقط، كيف ستلعبين معنا؟ إذا أخذتماني معكما سأقنع بابا أن نذهب إلى البحر للسباحة. سنأخذك معنا ولكن متفرجة. موافقة. كيف حالكم؟ موضوعنا الحال. الحال نكرة مشتقة ننصبها بعد تمام كلام تظهر هيئة صاحبها وتصف هيئة الفاعل غالبا، كجاء زيد راكبا، وتأتي لهيئة المفعول واصفة، كشربت الماء صافية، شربت الماء صافية. وكذلك يأتي صاحبها مجرورة، كمررت بزيد مسرورة، مررت بزيد مسرورة. والحال مفرد أو جملة خبرية، والجملة اسمية تكون أو فعلية. دخلت المدينة والشمس مشرقة. دخلت المدينة وقد أشرقت الشمس. وقد تكون الحال اسما جامدا، مثل كر زيد أسدا، كر زيد أسدا. شكرا يا عمر. أريد أن أنضم إليكم. للمرة الألف أقول لك يا بتول، هذه اللعبة للأولاد فقط، وأنا لست مقتنعة.
أليس هذا المدرب؟ نعم، وماذا تريدين منه؟ سأذهب إليه وأعرف الجواب الصحيح. مرحبا. أهلا. مرحبا كابتن. أهلا عبادة. أهلا عمر، كنتما جيدين. شكرا. هذه أختي بتول، تريد أن تشارك معنا بالفريق. حقا؟ نعم، وهي تسأل أسئلة كثيرة. يمكنها ذلك، ولكن ضمن فريق البنات. حقا؟ أستطيع أن ألعب مثل عبادة؟ نعم، وفي المستقبل القريب سنكون فريقا للبنات. فريق للبنات؟ إنها نهاية العالم. سأجهز نفسي من هذه اللحظة وسأرفع رأس الفريق عاليا وأسجل أهدافا. ولا تنسوا أهم رياضة، السباحة. صغيرة وتحتاج إلى الهواء لكي تعيش، ولا تعيش إلا بالضرب. فما هي؟ إلى اللقاء. لحظة خلال ممارسة الألعاب الشاطئ الأسير. سأقنع بابا. سأقنع بابا أن يأخذنا. ما بدي. سأقنع بابا أن يأخذنا. سأقنع بابا أن نذهب إلى البحر للسباحة. أريد أن ألعب ببي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 ب
كشكول، نحن فرسان الكشكول، نحن أبطال الكشكول.